طبعا مشاهدينا، ضيفتنا في هذه الفقرة عشقت الكتابة منذ صغرها حتى باتت جزءا من حياتها، ووصلت قصتها المتخصصة للأطفال إلى رفوف مكتبات الدول الأجنبية، كما توجت مسيرتها الأدبية بعدد من الجوائز المهمة في مجال الكتابة. اليوم نرحب بالكاتبة الإماراتية ميثاء عبد الوهاب الخياط. صباح الخير، صباح التميز. صباح النور وشكرا على هالاستضافة. صباح الخير أستاذة ميثاء. في البداية مبروك على حصول كتاب أو قصة أطفال أنوار بمهرجان الشرق القرائي للطفل، وفوزه بالمركز أعتقد الأول. نعم بالمركز الأول. يريد تتكلمينا أو تقولي لنا الأستاذة ميثاء عن أهمية هذه المهرجانات في دعم قصص الأطفال. طبعا أولا أنا سعيدة جدا لفوز قصة أطفال أنوار، لأن هاي القصة عزيزة وايد علي، خاصة لأن أنا كتبتها على حق طفلي، يعني ولدي عمر دائما يتعبني في النوم. نعم. فقلت ماشي غير اني اكتب قصة عن هالأطفال اللي شوي عندهم صعوبة في النوم ويكون عنده مغامرة ليلية. يعني السبب يعود الى ابنك. هي هم مصدر، الله يحفظك، دائما دائما مصدر الالهام عندي انا، عيالي هم اللي يعطوني افكار حق الكتابة للطفل. الله يحفظهم. طبعا المهرجانات الثقافية واللي تدعم القراءة حق الطفل هاي من اهم المبادرات في تعزيز حب القراءة، لأن الطفل لما يشوف الكبار يحبون الكتب ويشجعون على القراءة طبعا هم بيمتثلون فيهم. أكيد. جميل. طبعا أستاذة ميثا ما شاء الله بديتي بدايتك كانت مع الكتابة والكتب في الولايات المتحدة، فشو اللي أثار فيك هذه الموهبة خصوصا في هذه الدولة؟ يعني والله مثل ما يقولون العشق الأولي كان في الولايات المتحدة لما كنت أنا هناك طالبة عندهم. الوالد ما شاء الله عليه كان يدرس يكمل الدكتوراه في بريطانيا، وكنت أنا هناك كنا معاه يعني عايشين، وطبعا دخلنا المدارس وكانت عندي صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية. فأول شيء هم سووه علشان ينمون الضعف اللي عندي كانوا يرسلوا لي للمكتبات، مكتبة المدرسة. نعم. وكانوا يسووا لي أنشطة دعم ويشجعوني ويحفزوني وعشقت عالم الكتب عندهم. نعم. يعني نقدر نقول تعلمتي فن الكتابة أستاذة ميثا من الغرب؟ مش فن الكتابة، هي البداية، الجذور، الحب للقراءة. نعم. كل ما أنت قريتي في أي لغة من اللغات أنت تبنين. نعم. يعني هو الأساس، هو القاعدة. بعدين استوى الموضوع طبيعي بالنسبة حقي، خاصة أن لأننا جيت من بيئة يحبون القراءة وايد في بريطانيا، لما انتقلنا وعشنا في الإمارات كنت أنا الوحيدة يمكن بين العائلة كلها اللي أنا دائما كتاب في إيدي. في التجمعات العائلية أنا خاشة كتاب عشان ويوم ما حد يشوفني أنا أفتحها وأجلس أقرأ، فكان هذا يثير فضول الأطفال اللي من سني، فيستغربون يقولون زين شو تقرين، شو فيها هاي القصه ولا. فانا من صغيره كنت اوكي تبون تعرفون شوف هاي القصه ترى تشي 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 يستوي. ف يعني من صغري وانا كنت احكي بدون ما ادري، عقب صرت ام وواصلت في الحكايات لين ما صار الموضوع طبيعي عندي وقلت ليش ما انا اكتب قصه. صحيح. حلو. يعني ما شاء الله لاحظنا ان كل الكتب موجهه للاطفال، فشو السبب اللي خلاك توجهين للاطفال؟ لأن القصص الأطفال ممتعة، ممتعة. نعم. خاصة أن أنا بعد أميل للفن وأميل للرسومات ودائما الرسومات تشدني، فالقصص اللي تكون مدعمة برسومات يعني تكون رائعة جدا. نعم. فأستمتع، كنت يعني وايد أستمتع بالمغامرات والخيال، قصص الأطفال ما فيها حدود. نعم. الخيال واسع، يعني السماء يعني ما له نهاية لها، ف تقدرين تعيشين الأحلام اللي أنت، يعني كل طفل يقدر يعيش أي حلم، يقدر يسير الفضاء، يروح تحت أعماق المحيطات، يقدر يعني يسوي اللي يبي. طيب أستاذة ميثا، على طار الرسومات اللي أنت ذكرتيها، اللي سمعناه أن الأستاذة ميثا دائما تحب هي تكون رسوماتها في قصصها من نفسها، ليش ما تستعينين بشخص ثاني مثلا يساعدك في الرسومات؟ أقول لكم بداياتي. طبعا أنا أول هوايتي أصلا الأولى كانت الرسم، وأنا ورثتها الحب من الوالدة. كاتبة ورسامة ما شاء الله. أنا أقول لهم أنا عندي ثلاث وظائف، أنا أم وكاتبة ورسامة. سبحان الله، الحب الرسم يعني كان يعني
لان كان عندي شوي صعوبه في الـ في الـ في الكلام. تعلمت الانجليزي اول بعدين صحيح. تعلمت العربي للاسف لكن ما عليه. لكن فكنت اعبر عن بعد اعبر بالرسم. فاول قصه كتبتها احب لحيه ابي الطويله، وهالقصة كانت يعني بعد عيالي هم اللي ألهموني في كتابتها. كانوا يحبون يتخيلون أنهم يعيشون مغامرة في لحية أبوهم، فحسيت أن ما حد غيري أنا يقدر يرسم هاي القصة. فكانت أول قصة لي أنا اللي رسمتها عشان أقدر بالضبط أترجم اللي في مخيلة عيالي. أن الطفل فعلا يعني يحب يتساءل ليش هذا يصير كذا، ليش هذا يعني. فأنت كيف تشوفين كتابة للطفل؟ كيف توصلين له المعلومة من خلال كتاباتك؟ أنا ما أدري ليش دائما يقولون هالكلام أن الكتابة للطفل وايد صعب. بالعكس، الطفل وايد سهل الإرضاء. وإذا أنت تحترمه وتحترم سنه وتحترم يعني شخصيته، بتقدر أنت تعبر يعني عن هالشيء عن طريق الكتب. الطفل ما يحب أنك أنت تستصغره، بالعكس يحب أنك أنت توسع آفاقه. الطفل ما يحب أنك أنت، في كلمة إنجليزية يقولونها سبون فيد. شوف الطفل الصغير الرضيع يوم انت تجبره تأكله يرفض. لكن اذا انا احيانا يعني والصغير في فترة من الفترات يوم اطعمه يرضى، لكن في فترات يصرخ يتضارب. فشو اسوي؟ اقطع الاكل واحطيه قدامه، فهو بنفسه يروح وياكل الاكل، مع انه هو نفس الطعام اللي انا كنت حاطط له في الملعقة. صحيح. نفس الشيء في القصص. جميل. انت ما تبغي الطفل تترس الـ 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 الكتاب بنصوص نصوص وايد. صحيح. انت يعني وتعطيه كل الاسرار، لا، في شوي اسرار هو بروحه يكتشفها، هو بروحه يقول انزين ليش شي يعني. انت تشجعه انه هو بروحه يسال بدل ما انت تعطيه كل الاجوبه. نعم. خلاص هو ما بيكون عنده فضول، ما يبغى يتعلم. انزين استاذه ميثا، لو نشوف مجموعه من القصص، احب حجاب امي الجميل، احس ان وراه سر هذه القصه احب حجاب امي الجميل، ان ممكن ان تعليم الاطفال خاصه على زينا على العادات اللي نحن فيها دائما تكون هناك في رساله، مو بان بس قصه للاطفال وخلاص. نعم. لما كتبت قصة أحب لحية أبي الطويلة، طبعا بدوا المدارس يستضيفوني عشان أقدم أسوي جلسات قرائية حق الأطفال، ومن غير كنت أسوي ورشات في الكتابة الإبداعية ورسومات. نعم. وكان في أحد المدارس بعد ما قرأت أحب لحية أبي الطويلة قلت لهم شو رأيكم نكتب عنه هالمرة؟ قالوا كتبت عن الأبو، ليش ما نكتب عن الأم؟ جميل. قلت لهم ممتاز حلو، انزين خلنا نتكلم عن الأمهات في الإمارات، بشو يتميزون؟ قالوا كل الأمهات يلبسون حجابات معظمهم يعني وقايات. قلت ممتاز، ليش ما نكتب قصة اسمها أحب حجاب أمي الجميل؟ يعني وقلت لهم أول شيء أنا باكم تسوون كل واحد يتخيل أمه، وطبعا وزعت عليهم لوحات وكلهم رسموا حجابات أمهم. وطبعا هالكتاب إهداء لهم، وطبعا يمكن هنا ما تبين الصور لكن هذه معظم الرسومات الأطفال رسموها وكلها أمهات لابسات حجاب. نعم. فبعدين قالوا، فحسيت أنهم توسلوا كانوا يقولون لازم تكتبين هاي القصة. فرحت طبعا رجعت البيت وقلت ليش ما أنا أكتب قصة فيها معظم الأمهات اللي يلبسون الحجابات والوقايات حول العالم. نعم. طيب أستاذ ميثا، خلينا نتكلم عن مجموعتك القصصية أحب طريقتي الخاصة اللي ما شاء الله نالت على جائزة أفضل كتاب في ملتقى الطفل في الرياض عام 2011 ووضعت على الرفوف الأجنبية. في البداية شو تعني لك هذه الجائزة؟ طبعا عفوا العنوان بس تعديل، هو طريقتي الخاصة. طريقتي الخاصة. وصراحة هذا أول كتاب إلي مع دار كلمات اللي تابع للشيخ بدور بن سلطان القاسمي. وسبحان الله أنا ما كنت أعرف بوجود دار كلمات، هم لما سمعوا مقال عني أو قروا عني أو حبوا لحية أبي الطويلة وحصلوا على رقمي قالوا لي إذا عندك عناوين. قلت لهم أنا كتبت قصة بس ما أدري إذا أنتم مهتمين فيها ولا لا. قالوا ما عليه أرسليها وبنشوفها، لأنهم كانوا محتاجين كتاب إماراتيين. لما أرسلتها قالوا وايد عيبتنا، أول مرة حد يكتب قصة عن الحجاب لكن بطريقة شيقة جدا، لأنها تتكلم عن طفلة. وصراحة أنا بعد جبتها من الواقع، لأني ما شاء الله أنا عندي 4 خوات
وأصغر وحدة من خواتي أنا أكبر عنها بعشرين سنة. نعم. وهي ما كانت تعرف تلبس الحجاب. فالقصة عبارة عن كل أربع خواتي علمون أختهم الصغيرة كيف تلبس الحجاب. وكل ما تقلد وحدة يعني ما تعرف، في النهاية هي تلاقي طريقتها الخاصة. فالحلو في هالموضوع أن يتشجع البنات أنهم ما يتقيدون بشكل معين أو بستايل معين أو بموضة أو مثل بخوات أو أي شيء، أنهم هم يلاقون طريقتهم الخاصة. وسعدت جدا جدا لما قالوا لي أن دار من بريطانيا اشترت الحقوق عشان الترجمة عالميا، وأنهم سعيدين جدا، وأنا بعد تعرفت عليهم شخصيا وكانوا جدا جدا سعيدين، ويقولون لين الحين يقولون الكتاب وايد لاقي اهتمام هناك. جميل جميل. طبعا مثل ما عرفنا أن الوالد أيضا كان له دور في تحبيب القصص عندك، فشو ضرورة أن الواحد يعني يعزز حب القراءة عند الأطفال؟ أنا دائما يعني من نعومة أظافري الشيء اللي دائما أذكره أني أنا أكون جالسة في حضن أبوي وهو يقرأ لنا قصة. فهالأشياء وايد ضرورية أن الطفل، الناس يمكن على بالهم أن أنت بس تشتري كتاب وتعطي الطفل مثل الآيباد أو تشغلوا له تلفزيون وتروحون وخلاص صح وخلاص. لا، الطفل محتاج أن أنت تجلسه قريب منك أو في حضنك، أنت تفتح الكتاب. هم مهتم وايد بالقصة كثر ما مهتم يسمع صوتك، يسمعك أنت تمثل. يعني مثل بقولكم مرة من المرات أنا كنت كاتبة قصة اسمها خرفان عمي خلفان، عقب ما كتبتها ونشرت وطرشولي البوكس وفتحناه، طلعت الكتاب وكان حطيه في حضن زوجي، قلت له يلا، قال لي شو؟ قلت له أنت قرأ حق الأطفال. قال لا أنا شو عرفني، انا ما اقدر اقرا. انا اعرف اقرا بس ما مثلك انت ما شاء الله تعرفين تقرين وتغيرين في الصوت. انا قلت له انا كتبت وتعبت وها الحين دورك انت تقرا حق عيالك. فانا بس يعني ياسر طالع من بعيد وهو جالس مع الاولاد ويحاول يقرا ويغير في صوته، وجي انا كنت ميته من الضحك واليهال ميتين من الضحك. انا كنت اضحك لانه كان صوته ما طيب شرق وغرب مو ما يخصه، لكن الاطفال كانوا صدق صدق مستمتعين ان ابوهم طلع عن الشكل المعتاد، يعني يقلد صوت الخرفان ويقلد صوت الطبيب وعقب يقلد صوت الممرضة، لان القصة عن هالخرفان يروحون عن طبيب الاسنان عشان اسنانهم تعبانة. فكان صراحة تجربة جميلة وممتعة حق الاطفال. صحيح، كل استمتعنا معك الكاتبة الاماراتية ميثا عبد الوهاب الخياط، شكرا على جهودك وشكرا على هذه المجموعة القصصية اللي بالفعل تعلم الاطفال، تغرس فيهم حب القراءة، حب مثل ما ذكرتي بعض العادات، التراث وغيره. واكيد كل كتاب من مجموعتك القصصية هو يعبر عن رسالة انت توصلينها. نعم، شكرا لك استاذة ميثا على تواجدك معنا اليوم ونتمنى لك التوفيق.